السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخيط معكم هذا الكسوه هذه اللي قلت لكم بحال شكل مونطو، كتجي كروازيه وعندها خياطه في الحزام. دابا غادي نخيط هذا الديكوب اللي عندي هنايا. غنوريكم هذا الطريقه اللي من هنا اللي كنخلي هنايا 2 سنتيم، حيت هنايا من فصلت ما نقص 2 سنتيم ديال التركيز. هذا هو التركيز ديالنا، ما نقص داك 2 سنتيم ديال الامام هنايا. دابا عاد نقصها، غادي نبدا الخياطه من هنايا، نخلي داك 2 سنتيم هنا، وغنهبط غنبدا من التحت. هاد الجهه الصغيره كتكون هي اللي كتكون عندي من التحت، من جهه هنايا، من جهه السنان ديال الصباط. هما هذه هي الخياطه ديالنا اللي دوزنا. هاد السنتيم اللي هنا غادي، هاد 2 سنتيم اللي هنا راه غنحيدوهم هادو. الجهه الاخرى حتى هي غندير لها نفس الطريقه في الخياطه، وندوز لهم السورجي من هنايا. هذه الجهه ديال الظهر راني لصقت وحده، هي هذه، غنلصق الجهه الاخرى معاكم. الجهه ديالنا غندوز لهم دابا السورجي بالجهات بجوج ديال الامام وهذه ديال الظهر، ونرجع معاكم. هنا راه خديت عبار الصباط، ما شفتوش هذا راه واحد نص سنتيم هنايا ما كاملش، كتاخدي عبار الصباط. هذه الجهه الاولى، هذه الجهه الثانيه درت لها السورجي وندوز لها عبر الصباط. هاد الخياطة هادي كنقلبها لهنايا، هاد الجهة هادي. دابا ندوز ليا الظهر بنفس الطريقة. هذا التبطين ديال الامام كما شفتوا معايا، غادي نجيبو هكا، غنشد من هاد الكرانه هذه اللي عندي هنايا اللي درت من كنت كنفصل. غادي نشد من هاد الكرانه هذه نخيط. غادي نقلب هاد القنيات مزيان، ندير له هكا.
غندير الجهه الاخرى حتى هي نفس العمليه. هذا هو الكول ديالنا، درت هنا كرانه في الوسط، هذا كول اوفيسي، غادي نركبوه هنايا حتى هو دايره فيه كرانه في المنتصف. هاد الكول راني دايره الطريقه ديال الفصاله وديال الخياطه في القناه، راه كاين الفيديو ديالو وكيفاش تلصقوا الفيزلين. غنلصق انا بانكا نجيب هاد التبطين هذا نردو لهنا، غنجيب هاد الخياطه هذه نشدها هنايا مزيان ونديرها مع هاد الخياطه هذه. ونقلب عليه التبطين هكايا، نشدو هكا بيدي، ندخلو هكايا سنتيم ديال الخياطه، نخرجو وندوز بالخياطه، نبدا من هنا نشد بعدا هنايا بالبانكات باش يساعدني، نشدهم هنايا كاملين هادو بالبانكات. هنايا هادي غنطويها واحد نص سنتيم لداخل باش تجيني انفينيا كما درت معاكم في داك الكول ديالي. الجهه الاخرى حتى هي نركبت الكول، غادي نشد الخياطه من هنا مع هذه الخياطه هذه، وغادي نمشي مع سنتيم ديال الخياطه. هنا راه كملتو بالخياطه حتى التالي حتى لهنايا، دابا غادي نقلبو. هذا هو الكول ديالي، مازال غندوز عليه بالخياطه عبر الصباط هنايا. هنا دابا غندوز عبر الصباط، غنشد من هنايا من هاد البلاصه هادي، وغادي نطلع معاها كامله، غادي نجي من هنايا مع الكول وعاد نولي عاود ندوز هنايا في هاد البلاصه هادي باش نثبت هاد الخياطه اللي عندي هنايا، هاد الطريفات غادي نثبتهم لداخل، وهاد التبطين غادي نطوي هكا ندوز عليه وغنلصقو مع الكتف، ندير له هكا، هذا هو الكتف، هذا التبطين غنجيبو غندير له هكا وندوز عليه بالخياطه هنايا. درت معاه كامل بعبرت الصباط كما شتي، هانت دابا غنمشي مع هاد الخياطه هادي من هنايا، هاد السورجي غندوز عليه بالخياطه من هاد البلاصه هادي. بديت هاد الجزء العلوي كما شفتو هنايا، درت صابت هاد الكروازي شديتو هنا بالبانكات، غندوز عليه بالخياطه هنايا. هنا صايبت كروازي ديال الجيبه التحتانيه ديال الصايه، غنحط هاد الشيء هادي وغنجيب الصايه
وغادي نحطها هنا. هاد الخياطه هذه اللي عندي هنايا، هاد الكروازيه تجي هذه تجيني مع الصايه في نفس الاتجاه هكايا، وغنحط هاد الخياطه هذه ديال الصايه غنحطها مع هاد باش تهبط نيشان. صافي وغادي نجيب الخياطه من هنا، غادي ندي سنتيم ديال الخياطه ديالي، غندوز على هاد الخياطه هذه ما نخليهاش كتبان. هنايا كما شفتوا الجهه دي متقابلين هنايا، هنا راه مونطيت الظهر لصقتو تا هو بحال الامام، حطيتو هنا على الجهه ديال الخلف ومونطيتو ودرت لهم السورجي، واللي تلاقيت هنايا هبطت مع الجناب السورجي. دابا غادي نعاود بالخياطه، شفتو هذا هو المونطو ديالنا. هنا راه الخياطه تجي قبالة الخياطه في هذه البلاصه هذه، وهنايا صافي هادو هما الجويبات ديالنا. دابا غنديرو له ان شاء الله نصاوبلو الصديفات هنايا، ندير له لوغليل الكمال. ناخذ 3 سنتيم ديال لوغلي اللي خليت لهم ملي كنت كنفصل هكايا، غندير له لوغلي لتحت الجلايل من التحت، غندوز لهم لوغلي حتى هما 3 سنتيم. هنا لوغلي من التحت علمت هنايا 3 سنتيم، وحليت هنايا واحد 5 سنتيم، ما كانش خصني نوصل قبيله بعبر الصباط التالي نسيت، وغادي نقلبو هكايا على الركبه. من هذيك 3 سنتيم غندوز بالخياطه من هنايا، هنا دوزت عليها خياطه غير حد هنا وحبست هاد البلاصه. غادي نقطع، ما نقطعش من هنا بالتالي، هنايا نخلي شويه ندخل هنا بعد نقطع هاد الزوائد هذا. صافي خرجت هاد القنيت هذا هكا، الجهه الاخرى حتى هي درت لها نفس العمليه. غادي نجي دابا غنبدا الخياطه من هنايا، ندخل لهنا شويه باش ما تفتقش، ونهبط وندوز من هنا، نولي نطلع لهنا عاود وندوز بالخياطه على هاد 3 سنتيم ديالي.
هذا هو الأغلي ديالنا كما كتشوفوا. صافي دابا غندير نزين كبلو غير الصيفات وهو واجد، سيفطر البريسة وهو واجد، نصاوبلو ان شاء الله السروال ديالو.